وزيرة العدل وحافظة الأختام الفرنسية كريستيان توبيرا تقدم استقالتها لرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد خلاف مع حكومتها بشأن نية هذه الأخيرة سن عقوبة جديدة تقضي بنزع الجنسية عن كل حامل لجنسية مزدوجة تثبت عليه تهمة التورط في أعمال توصف بالإرهابية. خلال ندوة صحفية عقبت الاستقالة قالت الوزيرة: إنني أترك الحكومة على خلفية تباين جوهري في المواقف السياسية. التهديد الإرهابي الذي يتربص بنا خطير، لكنني أعتقد أنه لا يجب أن نتركه يحقق أي نصر سواء كان عسكريا أو دبلوماسيا أو سياسيا أو رمزيا. على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبت الوزيرة المستقيلة لتوضيح دوافع رحيلها: إن المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبرحيل أحيانا أخرى من أجل البقاء أوفياء للذات ولنا جميعا. مباشرة بعد تقديم كريستيان توبيرا استقالتها تم تعيين جون جاك إرفواس على رأس وزارة العدل، وهو من المقربين من رئيس الحكومة مانويل فالز. إسقاط الجنسية هو الإجراء الذي تريد حكومة مانويل فالز تطبيقه بعد عرضه على البرلمان للنقاش خلال الساعات المقبلة في إطار التعديلات الدستورية التي تتضمن أيضا تمديد العمل بحالة الطوارئ القائمة منذ هجمات باريس في منتصف شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، والتي خلفت 130 قتيلا.